عملت موارد مائية، تخرجت 2008 2007 كان فماش خدمها، انا ناخذ شوية حليب، نخرج لهم شوية حليب تاعو باش نهزهم وصلهم سيد بوزيد. ديما هاك الخمسة، الخمسة ونص، الأربعة ونص، أنت الوقت كيفاش، كل مرة كيفاش، ديما مهم قبل الخمسة واحد لازم يخرج باش يلم على بكري والسيد بوزيد بكري يفرغ ويروح. عبد السلام 29 سنة، ولد حاجب العيون من ولاية القروان، وبالرغم من أنه متحصل على شهادة تقني في الموارد المائية، يخدم عنده عام ناقل الحليب على كرهبته الخاصة. كل يوم يدور بكرهبته على أكثر من 30 فلاح منين يلم الحليب باش يهزهم بعد لنقطة التجميع بسيدي بوزيد. عبد السلام قبل الخدمة هذه وبسبب البطالة ما كتفش يديه، وجرب حظه مع برشا خدم. خديت الكرهبة هذية، خدمت برشا حاجات، كونترا، كاريات، مهم تاع الكرهبة برا باش نخلص الكمبيالات. الخدمة هذه مش سهلة، كل يوم الخمسة متاع الصباح عبد السلام يشد الثنية، وفي الطريق أكثر من حكاية وأكثر من حالة اجتماعية. كل يوم هكا نتعدى الحليب يوميا، يبدو لهنا مرة 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 من الأربعة ونص لهنا، يبدو طايشين يستنوا في الكاميون حتى يجي. في الخلاء والبرد الكاسح والريح، محمد صاحب إعاقة في ساقه يستنى مع أصحابه سوايع باش يمشيو يخدموا المرمى في سليانة اللي تبعد على المنطقة أكثر من 100 كيلومتر. وكيف سألنا على الخلاص؟ ساعة 380 ألف في ثلاث شهور. الزوز صار يقروا وخو غرسيه معنا 45. كل نهار وقسمه، وسؤال كل يوم، زعما ينوب ربي ويجي الكاميون ويمشي ويخدمه، ولا يروحوا كيف ما جاوا بلاش خدمه. هذا هو الكاميون. هاني الشرية واللوحة تمد انت اركض وهو خليه يطلع بعدين مقدير. يا راك تطيح بشوية يا حبيبي، اش بيه هذا؟ لا تعمل قتيل، انا ماشي بدي اطلع لهنا. برا تنزلوا من قدام مع بعضكم برك اخي. من قدام نزل الباب ما بوش يحل الباب. حل له ولا تعمل قدام الباب ما نسوق مش كنت راه. عارك ومعروك كما كل يوم بين الخدامة في بعضهم، ولا بينهم وبين عارفهم، وذراعك يا علاف. في العادة حبيبه محمد مستنسين يركبوا ملتالي مع الحديد والماتريال، لكن اليوم قدام الكاميرا مظهر لهمش، وباش عارفهم ما يخسرش زوز خدامة خليهم يطلعوا من القدام وشدوا ثنية لسليانة، وكملنا احنا طريقنا للسرجة وتعدينا بواد الزرود بالقنطرة، المصدر الوحيد لمياه الشرب في المنطقة. وإذا كان حمل هو وتحرد ولا تملون لا يلقوا منين يزقوا لا يلقوا منين يخسر، خاطر هو منين جي يجي من الجزائر وذا ضاي تعرفش يعني توها ومريقل كما هكا ساعات تتعدى ترجع تلقى حد اذا حمل جي طملولي واحد فسي تعبيه تحبس. صباح الخير عم الازهر، شنو احوالك؟ عارف كل يوم يبدا يستنى فيهم الاربع تاع الصباح، والله الشر هذا فاضت له 2000 فرنك قسما عظمون اللي مبيت مسكر على روحي فنت يسمعني ويعلم الله بي، ويا ربي نلقاهمش الصباح. عم لازر يعيش وحده ويمشي كل يوم 3 كيلومتر باش يوصل الحليب، ويخير انه يستنى الكرهبة ساعة في البرد ويكون حاضر قبلها خير من اللي يجي بعدها ويبقى الحليب في رقبته. ومش الناس الكل عندها بقرة تحلبها باش تبيع الحليب، فمش كون تلز على خدم اخرى في ظروف اصعب وبخلاص اقل. نمشوا على 7000 ولا على 8000 من هنا لولاد زيد ولولاد عباس، هاك تشوف للحال والبرد والهم وال كل يوم هكا، كل يوم هكا رسميا. وتوها هو بيه في وقت الزيتون الاخر نصوروا في 7 وفي 8000، اما اذا كان فات الزيتون الشر والقيني الهم. شباب وشياب، نساء ورجال، الناس الكل كيف كيف، كلها تقوم بكري تركب في الكاميونه وتمشي تخدم، واللي ما نجمش يجمع الزيتون يستنى في الدوار. فما زاد شكون يخدم زوز خدم، يقوم الفجر يحلب ويعاد بقية النهار في الجبل اللي نحي الحلفة. الوقت ايش فزيتي تحلب؟ ما ساعتي هذو مش معلي قلعوا في الحلفة. وين الحلفة؟ قديش تمشي من كيلومتر لهنا؟ من ترزة معناها انه كنت فما 25 كيلومتر راوي. يلا يمشي من توكينا روح وقت نحط العشاء. وعلاش جيبها غادي الحلفة؟ عشاك على زي ولا ما عنده زيلة؟ جيبها لا جيبها هكذا الجمعة ما نقلعوش الحلفة ما نسوقوش، معناها كي ما يقلعوش الحلفة معناها جمعة ما يهبطوش للسوق، نهار السوق باش ياخذوا قد راهي تعرف الحلفة اللي يقلب قديش الرابطة ب 100 فرنك، راهي معناها اللي يعمل 200 300 رابطة
ما تجيبلوش قفة الخضر. والله ما جابها. ب 100 فرنك راه تعرف ناخذ فيها من عنده وب 80 فرنك. انا ريتو يخدم جمعه كامله باش يصور حق المصروف تاع نهار السوق. وكلها تجري على الخبزه، ومنهم عم محمد اللي عنده ما يقول وبرشا ما يحكي. كنا نعيش تحت كما يقولوا فيها تحت الارض، وكان عندي ما نقعد نفز من ما في ساعتين على خمسه ترى تحليب. تينا جابك ربي لي تينا التلفزه، اسمع التلفزه ما عنديش باش نكلم، ما يخلونيش باش نوصل، وما عنديش باش نوصل لتونس، ولا ظل نخلط قدامها اللي يجيروا على الكراسي، ظل بنادم يندب في خدود. يجيروا على الكراسي ونحن سير فينا، وما يضربون على الكراسي، ووخر وقدم ووخر وقدم، وهم يضربوا الواحد فيها 4 و5 ملايين، وشعب ويقولوا هاو يخنب. مناش يخنب، مو من الشر، مو من الجوع، مو من العطش، مو من العراء. قلنا لهم ما تحكموش، احكموا حتى انا تلفت لي، كي تحكم انت تلفت لي، من فضلك قول له تلفت لي. نوني وكليقي منين نخرج ومنين لاشيني ما نقعدش فيها تونس. اللي مصير فيه كيما هكا، العراء يقول لك نا، والغلا يقول لك نا، والمعنى من مهما ما يكون ما فيهش ما عادش تلفت. اللي يقطع انا نقول لك اللي يقطع من يخرج من تونس ويرجع لها في هالوقت هذا ما هاشو بشر وما عندوش انسان. بعد الليل يجي النهار، وبعد الظلام يجي الضوء، وقد ما يتبدل الوقت وتتبدل الدنيا، الفقر هنا رامي العروق وتعب الدنيا يظهر على الوجوه اللي مهما اختلفت تقسم مع بعضها نفس الوجعة وتلمها حكاية واحدة. مع طلوع الشمس بدأ الوقت يجري، والمتخبي بين نساء ورجال كبار وصغار ما شافوا من الدنيا كان الفقر والميزيريا. ريت البلاصة هذه المشكلة الكبيرة اللي عندهم، ما عندهمش ماء تاع شرب، ما عندهمش. ها كتولي هاني طلعت البودين عبهم حط فيهم، جيبوا البودين، معناتها حتى البودين نصبوا فيها والله شيء عوف أصلا. وحتى معناها الميدة لهنا تاع البيير كلها مالح مر، فما معناها يعملوا يضطروا ويشربوا من الواد بيان تاع مطر، وفما عيون الفوق من الجبل مقابلنا مغاد يهبطوا مال عيون، فما يتلم في الواد يشربوا هما والبقرات والناشطة مع بعض. سطرهم ربي وبرا، صدقني سطرهم ربي وبرا. وهذه وضعيه توجيه الوالي قداش مره، وعرضنا معناها المسؤولين قداش مره، وحكينا معاهم يا ولادي شوفوا كيفاش الجهه هذه عباد معناها باش تموت. جات شركه المانيه للجهه عملت سد نتاع واد زرود باش تشوف الفلاحه 400 هكتار تشرب منه، هاو نوام الجهه مقاول لوح فيه. وقت عملنا له دراسه يكفي 500 هكتار. والله شوف انت عاد بورقيبه الله يرحمه وقت اللي كان عامل برنامج التنميه الريفيه المندمجه عايش بها وقت مصف الفلالي كانوا باش يحطوه تويكا، كانوا يعملوا في سدادي ويعطوا في البرامج التنميه الريفيه للنساء والعباد تخدم، وباقي فما ابرك. البادين تاع الماء به والله عندها بادين عندي نام تاع ماء، هاي تقول لي هاي جايب الكسره باش نجيب لها البادين الماء من السوق. وما عادش التلفزه والبرامج هذه ما عادش نحبوا نتفرجوا فيها، والتجاذبات السياسيه ما عادش نحبوا نتبعوها، ما عادش لقينا احنا ماء باش نشربوه. صدق هذا بصدق القول اكثر من اللي كنا عليه. شنو ربحنا من الثوره؟ على الاقل نربحوا كي نتكلموا نفرغوا الشحنه اللي عندنا. الحالة الصعبة اللي عايشينها أولاد المنطقة قربتهم من بعضهم، الحاجة اللي تخلي عبد السلام مش مقصر مع أولاد بلاده ومع لمان الحليب يقضي الأشوار ويعاون باللي يقدر. هاي يمشي يمشي يركب يركب القش وقت هذو مهارم يخدموا هكا في السويني في الزيتون. الصباح ديما نلقاهم يستنوا هنا نشيعهم مني في الطريق، خاطر شي يهزها من النقل شي يهزها من النقل يخلص عليها لينا 500 بلاصة هما ضعفين مساكين. هاني المرأة هذيك هي وبنويتها، راهي هي وبنويتها يخدم في الزيتون.
هاني شي عامله في الطريق بها ديما ماشي شي عامله لا شي ساعات نتعارض مع مناف في الطريق زيد شي عامله نلقاهم مروحين نجيبهم نهبطهم لهنا امشي صباح الخير امشي 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 راح النهار فيس في توصيل الحليب دقيقه بحسابها وكل توخيره تتكلف فلوس طيب امشي اي اي ما بقاش وقت بدنا لهنا اليوم انا وياك واغس شديك 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 هويك عبينا البلان نمشي عندي اخر ستاسيون قدام عندي كهرباء اخرى تجمع معي تلم معي الحليب ناخذ من عندها هي القبيطاسات الاخرين الباقيه نتاع الكميه نتاعي الكل وش هذا طريق سيدي بوزيد نفرغ ونروح والعشيه كيف كيف هكاك صباح وعشيه دابا سخانه هذه يوصل الحليب والله يا خويا ربي يستر اليوم خاطر الدنيا سخونه والدرجه طويله ان شاء الله نحن نقول ان شاء الله ربي يستر وكا ان شاء الله يوصل لك يستر خاطر الحليب ريت من وقتاش بدينا ما بدينا من الخمسه ولا تويك قريبه العشر شوف قديش عندهم من ساعه هو بعد ثلاثة سوية يبدا يعمل فريكسيون جيميك يبدا يتبدل الحليب كملت الدوره وزوز كرهب معبين كهربا واحدة هي اللي باش توصل الحليب لسيدي بوزيد ومحسوب الخدمة كملة وفي ساعة غير ربع يكون الحليب وصل تو كو فرغوا ناس البني ونروح فرغوا ونروح تو كو شو باش يعمل واحد باش يعمل انا كل موجود الشيء اللي يشوف فيه عبد السلام كل يوم نساه في همه وخليه مثال لبرشا شباب ان شاء الله بلادنا تتريقل وتتصلح وشوفونا خاصنا الجماعة اللي عندنا شيء ان شاء الله شوفونا يا اخوي تتصلح تونس الساعة خلى شهاد وراه وغزر القدام وخدم اللي يجي هي تصويرة نلقاوها كل مرة وين تكثر المشاكل وتقصى الظروف حتى يولي غدوة حلمة حلمة لازمها برشا حركة ونفس طويل